السلام عليكم البنات، كي دايرات؟ لاباس عليكم؟ جيسبر كو فوز علي تري بيان. بعدا اول حاجه قبل ما نبدا نهضر سمحوا لي على هاد الغبره هادي. مهم اليوم جيتكم بفيديو جديد ونهار جديد، اون روتين مهم عراضه غادي تجي عندي ان شاء الله. طاطا وراجلها يتغداو معايا، وكي شفتوا في لو تيتر راجلي ما كاينش خوابيه، وخا صراحه اليوم لو بروميير ماي مي الخدمه ما عندنا ما نديرو، دوكو راجلي مسافر. مهم اللي قديت نوجدها راه وجدتها على حسب شنو عندي في الدار اكسيتيرا. مهم غادي نرجعوا بالوراء وغادي نشارك معكم تحضيراتي لهاد العراضه. مهم سي ما درتش شي حاجه واو، يعني عراضه عاديه، صايبت داكشي اللي عندي، ما زعما. مهم بقاو معايا وغتشوفوا كلشي. غنبدا بها ان شاء الله باذن الله الدجاج. المهم الدجاج راه كلشي نورمالمون كيعرف يغسلو. انا الناس كنغسلو بالماء والملحه وشويه ديال الحامض ولا الخل، وكندير شويه سكينجبير. المهم كنغسلو مزيان. ابري دابا غادي بوغ لا كام اللي غادي نستعمل، درت هنا معلقه صغيره ديال سكينجبير، معلقه صغيره ديال الخرقوم، شويه ديال البزار، شويه ديال الملحه، ودمه ديال الزعفران. هنا ابري بوغ لي قامه على حسب شحال من دجاجه عندكم البنات، كل يدير القياس ديال القامه. هنا انا استعملت ثلاثه ديال الدروسه ديال الثومه وهذاك صغير. هنا عندي البيرسيل، هو نورمالمون كيدار القزبر ومعدنوس، انا استعملت غير البيرسيل. وهنا اللوب ديال الحامضه صغيره. فوالا البنات هذه هي القامه اللي غنستعمل في الدجاجه. اول حاجه غادي نطحن هنايا الثومه والبيرسيل والحامض مصير، وغنزيد عليهم دامة الزعفران وغنطحنهم، وعن مورا غنخلطهم مع العطريه. بعد ما خلطت الثومه والبيرسيل والحامض المصير ودمه الزعفران، فوالا دابا غنزيد عليهم هاد القامه هادي، وغادي نصيبهم بشويه الماء، ما نكثرش الماء. فوالا ها القامه كي جات، ها هي فوالا. المهم ما كنبغيش نكثر الماء بزاف باش كتكون ديك العطريه القامه ديالها شاده. المهم دابا هاد الدجاجه غادي دابا نشرملها مزيان البنات، وغنوريكم واحد البتي استوس باش القامه تدخل مزيان في الصدر. كتشدو كتفلحوه شويه هكا بصبعكم ولا بالموس، ومورها كتشدو القامه كتدخلوها. المهم الا قديت نصور لكم كيفاش راه غنصور لكم. دابا غندير ان كيك سامبل وكيجي خفيف كيجي زوين، ممكن لكم ديروه كوم ديسير، وممكن لكم تستعملوه اوسي كوم غوتي هكا في العشيه ديروه كوم غوتي. انا نقول لكم فوالا المقادير: كاس الحليب، في كاس ديال الزيت، المهم عبروا بنفس الكاس، كاس ديال العنبه، كاس ديال السنيده، ثلاثه ديال البيضات، فانيا و خميرة لوفر. هنايا حنا كنستعملوا وحده حيت تشوفوا الغرام، نتوما في المغرب نورمالمون كديروا جوج. غنستعمل الكركاع وغنستعمل الكاكاو، الكاكاو اللي ديجا ديال الباتيسري. انا اول مره نشري هاد لامارك بامال. فوالا البنات بوغ الطحين كنستعملو جوج كيسان باش كتجي خفيفه ما كتجيش ثقيله. فوالا هادشي اللي كاين، بقاو معايا البنات. درت ثلاثه ديال البيضات، غنزيد عليهم السوائل، ها هو كاس ديال الحليب، وابخي غنطرب كلشي. غادي نزيد الكاس ديال الزيت، ابخي غادي نزيد كاس ديال السنيده، صافي دابا غادي نطربهم وغنزيد عليهم فانيا نسيت ما نقولها لكم البنات. راه زدت جوج كيسان ديال الطحين، غنزيد عليهم دابا خماره والكاكاو، و اون اتوندون راه شعلت على الفران، وكل وحده الفران ديالها كي داير، يعني انا خصني نسخنو قبل. وسي الكاكاو صافي، وغادي نطرب هادشي، موراها بقى ليا غير الكركاع هو اللي خصني نزيد. فوالا البنات دابا غنزيد الكركاع ديالي بالزبده والطحين،
صافي غادي دابا ندير الخليط وندخلها الفران على 180 دوغري. صافي حبوبات فوالا كيكة ديالي وجدات. غادي نخليها هكا حتى الغدا ان شاء الله. عاد غادي نوريكم الطريقه كيفاش غادي نقدم الدساء. البنات دايره البطاطا هي كتسلق فوالا. صافي هادشي اللي كاين. هنا البنات درت الرز يتسلق فوالا. انا غادي نصايب شراله ديال الرز بالماء والصوص. درت دابا الرز يتسلق. البارح ما شاركتهاش معكم بلاتي نتفادي باش تسمعوني مزيان. البارح البنات ما شاركتهاش معكم شويت هاد البدنجاله هادي. المهم كي قلت لكم حنا غير ثلاثه باش كتشويو بحال هكا بدنجال خصكم ديروا في ميكا ديكو درتو في ميكا. صافي دابا كنقشرها وغنوريكم الطريقه كي غنطيبها بالفرشيطه. المهم انا غنوريكم الطريقه كي غنصايب. عندي ثلاثه ديال الطراسات ديال الثومه بحال هكا. المهم هذا صغير هو. عندي هادو وعندي هنا مطيشه جوج. انا نورمالمون نستعملو غير وحده مع بدنجاله حيت انا غندير جوج حيت عندي صغار. غادي نحكم في الحكاكه الرقيقه. هنايا ها انا درت دوك مطيشه اللي حكيت والثومه والزيت البلديه. غادي نخليهم يتشحروا حتى ما يبقاش داك الماء في مطيشه. عاد انا نزيد عليهم بوتنجال ولا كامه يا سي بون. صافي هذه المطيشه ديالي طحات. غادي نزيد عليها البنجال والعطريه. عندي مطيشه د الحك معلقه صغيره، شويه د الملحه، شويه د البزار، التحميره والكمون. فوالا العطريه اللي غندير. وغنزيد شويه د القزبر معدنوس. على قرات الدجاجة غادي نبخرها. هنا البنات نورمالمون خصكم تعبدوا ليها الجديد. انا ما لقيتش عندي لا خيط لا لاسيك ديكو غنخليها هكا. البنات راكم عارفين الدجاجة خصها طيب على سدم ديكو درتها على سدم ديالها فوالا. صافي دابا غنخليها طيب. منساوش المرحلة ديال تقيبها، انا راه تقبتها باش الدجاجة كتنفس كيبدا داك الماء كيخرج. وبوغ زعلوك اللي ما بغاش يزيد مطيشه د الحك راه ما يزيدهاش. البنات شلاضه د الرز كي راكم عارفين درت ليها الملحه، البزار، شويه الخل، شويه الزيت الروميه، المايونيز، والطون، والمايس، والبرسيل. غادي نجمعها وغادي نحاول نصايبها في مول ديال الكيك باش تجيني فورمه زوينه. صافي مشاركش معاكم شنو درت ليها قامه. المهم قبل ما نخلطها راه فكرت هنايا درت الملحه، البزار، القزبر والمعدنوس وشويه الخل والمايونيز والزيت الروميه. فوالا البنات هذه هي القمه اللي درت في البطاطا. غنصوطي الزبده. الله يجبدنا شي هذا. غنصوطي خيزو. كندير الزبده دايبه والثومه. ابري غنزيد لهم خيزو، غنزيد لهم شويه د الملحه، شويه الكمون، شويه البزار. ديالي ها هو وجد. تما زعلوك راه شاركتو معكم. هنايا البطاطا. صافي دابا غادي نستف كلشي في الطبسيل. ديجا شاركتهم معكم جو بونس اون فيديو ودابا خملت وكملت وقلت نشاركهم معكم. فريمون البنات سي رحمه فريمون كينفعوا بزاف بزاف بزاف. انا هاد واخداهم من اوشون، كاينين في كارفور، كاينين في ليدل، كاينين في كاع لي ماغازان اللي هنا كاينين في فرنسا. في المغرب صراحه ما عرفتش واش كاينين ولا لا. انا هذا اللي واخده انتي باكتيري فريمون سي اون تري بون افير. كيمسحوا هانتوما هنايا نو فين هي هيا ديزانفيكت و بوريفي اون ميم طون. المهم فريمون سي اون تري بون افير. جو لا ريكوموند. حاجاكم دست التواليت بغيت غير نوريكم لي برودوي اللي كنستعمل باش نقيهم. عندي هادو لي لانجيت ديال لي تواليت. عندي كنستعمل هادو كنديرهم مرة في السيمانة ديال جافيل وخلاص. المهم هادو كنبدل كل مرة شنو كنشري. كيعجبني بزاف الحامض ديكو فوالا. انا كنفضل المهم الدار كلشي كيتجمع ايتو. كنفضل الحمام والطواليت كنخليهم في اخر لحظه. البنات اوريشكم لي برودوي اللي كنستعمل للطواليت حاشاكم. انوريكم دابا البرودوي اللي كنستعمل لافابو. فوالا هو هذا. المهم نوريه لكم فاش نقلب الكاميرا ونوريه لكم. فريمون زوين ما كيخليش دوك الطاعي اللي تيبقاو في لافابو اكسيتيرا. انا غنوريكم افون اي ابري.
فوالا كنستعمل هذا. هانتوما مثلا هانتوما شفتو هاد الطبيعات، هانا غنوريكم دابا باش غادي نصايبو كي غيرجعو. على البنات ها لافابو، من بعد ما درت لي داك البرودوي هانتوما شوفو اليد لافابو كي كتولي كتلمع. فوالا البنات فريمون راه زوين. البنات انا خرجت فيت في نجيب الخبز، عشي مع اليوم لو برومي ماي كلشي ساد. البارح سولت هادي المخبزة اللي حدايا قالت لي غنحلو جوست الصباح، دوكو دابا هادي 10:30 غادي نمشي فيت في نشري الخبز للغدا. اصلا طاطا ورجلا غيجيو عندي مع 11 نورمالمون شي اللي كانت قالت لي، دوكو فيت في غنمشي نجيب الخبز وغنرجع. عرفتي و سي فريمون كاتاستروفيك باش ماشي يكونش الراجل في الدار، حيت طفيت على كلشي في البوطة وخرجت نجيب الخبز وعاد ابخي غنرجع نكمل الطياب. يلا بقاو معايا البنات غنعاودها لكم كي الخرافة غتموتو عليا بالضحك. خارجة مهم وجدت كلشي قديت كلشي راه شاركتو معاكم. خارجة نجيب الخبز بغيت عيط لي طاطا قالت لي اش واقع، قلت لها وي شنو شنو واقع، قالت لي ماما غنجي عندك اليوم، قلت لها وي نورمالمون، قالت لي لا راه ماشي اليوم راه سي لو 30. باش رجعت قلبت في لا ديسكوسيون بيني وبينها لقيت سي فري سي لو 30، ما عرفتش انا عقلي فين كان، ما عرفتش فين جو سي با. دوكو انا اللي غلطت في لا دات وجدت كلشي قديت كلشي، راجلي ما كاينش كاينه بوحدي. عجب والله الا شداتني البكيه ما عرفتش، المهم بقى فيا الحال. صافي عيطت راجلي قلتها ليه، صافي بقيت فيه. دوكو عيطت لوالدي قال لهم فوالا راه شنو سلمى نانانانا صافي وغيجيو يتغداو هما عندي. باه مشغول دوكو غتجي مو اختو غادي يتغداو عندي. فوالا هادشي اللي كاين. المهم ما مكتبش ان شاء الله حتى المره الجايه، و حماتي وما بيل صغ وما اللي كتب ليهم ياكلوا هادشي. فوالا دوكو غدوزوا معايا هاد النهار. درت الزبده والهريسه غادي نخلطهم وغادي ندهن بهم الدجاج اللي غادي نحمر. من البنات التقديم كل كيقدم كيبغى، ممكن لكم تصطفوا الخبز، ممكن لكم تذوقوا بلي طوماط سيريز، ممكن لكم تذوقوا بالفرماج، ديروا دي كوردون دو الفرماج والكاشير ولا البيض السمان، المهم كل كيدير اللي بغى. انا ما هادشي كله ما نديروش، ندير جوست الدجاج غنحطها الوسط وغنحط في الجناب البطاطا مسلوقه وخيزو. هاد صافي نورمالمون راه قربوا يوصلوا. كنستعمل هادو البنات فريمون جلي ريكوموند، ريحتهم غزاله سورتو هذا ديال الجاسمين جوبونس. المهم هذا كنعطر به فيه تيسو و او ميم طون لير، بحال مثلا الكنابي المخاد الريدويات كديروا هذا كيعطي فيه ريحه زوينه. فوالا المهم ما ديوش هنايا تقطعت لي هاد الرجيله هادي. فوالا الطبسيل كيجا، درت الدجاجه الوسط. هادي الشلاطه ديال الروز اللي درت، المهم زوقتها بالبيض مسلوق. فوالا البنات باقي ليا غير زعلو كنحطو والطبيصلات. فوالا ها هي وجدات، هذا راه ديجا شاركتو معاكم الطبق الرئيسي. هنا زعلوك ما عنديش طبيصلات في الطحين اللي كدرتو في هادو. فوالا هنا شلاطه د الروز، صافي المناضة والخبز. فوالا ها هي طبيعتنا. تشوجو جاردن كيما الماجي اللي تما ندونتشن ديزا سنيطره. هانت من بعد ما صافي كملت غسلت الماء اي تو، دابا غنحط الديسير. بقاو معايا دابا غنقطعو وغنوري لكم شنو غندير ليه. درت الميختين فوالا، ديت هذا خديتو من كارفور، وهنا لي فريز ساعات تحت فيهم لا بلوبا خامجين، خديت هذا والطبيصيل ها هو كيجا. وعاد غادي نزيد هنا لا كريم اونغليز، درت الميغتي لو فريز وهذا وصيت شويه الكركاع هنايا. انا طبصيلي ما كناكلش الميغتي، دوك غندير فيه جوج الفريز. فوالا بلاص لا كريم اونغليز ها هو الديزاين ديالنا. لا كريم اونغليز خديت هادي، ما تديوش على زبده الفريز. فوالا البنات هنا جيتكم من بعد ما مهم شاركت معكم كل شيء. نتمنى على فيديو تعجبكم،
الى عجبتكم شجعوني بلي لايك ديالكم وبلي كومونتير وتهلاو فراسكم وان شاء الله على بروشين فيديو.